تحية سامي فوديكو، واللي مش عارف ليه كل القلق ده من فوديكو. فوديكو احنا قلنا بمنتهى البساطة وللمرة الألف، أنا عملت طور، عملت واحد، عملت اتنين، عملت تلاتة، بتراجع بأربعة وهعمل قمة جديدة، وغالبا القمة دي قد تكسر القمة الأخيرة إلى أن جاءت منقطعة. يعني أنا بستهدف المنطقة دي كهدف أول ليا، مستويات 78 جنيه، وما زلت اتوقع من فوديكو مزيد من الصعود، وانا عندي كمان زياده في الزخم بيزيد. طيب ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده عشان برضو نكون في الصوره الاوسع، انا بستهدف ايه؟ انا قلت انه عمل لي واحد، عمل لي اتنين، عمل لي تلاته، تراجعت باربعه وبعمل الموجه الخامسه، وبعد كده صح الدور السبعي بتاعتي اللي بدات من 16 جنيه. يعني ما زلت بستهدف اخر قمه تشكلت، وهعمل قمه فوق منها بشويه، وبعد كده صح الدور السبعي كلها، وما زلت ارى لفوديكو مزيد من الصعود، فلا داعي للقلق. وفوديكو احنا قلنا لسه ليه اهداف صعوديه، على الاقل هنخرج من مستويات ال 78 جنيه اللي هو اخر قمه تشكلت، ولو في زياده في الزخم احنا مستمرين، بس خلينا نحافظ على مستويات ال 78 جنيه افضل شيء، وبعد كده نبص بعد كده لما نضرب الهدف. لا داعي للقلق. اعتقد كمان لو شلنا كل الكلام ده بمنتهى البساطه، احنا دايما بنقول ان الموجه الثالثه بتاعتنا بتصح عند مستويات كام؟ مستويات 38 ل 50. طيب احنا فين؟ مش احنا بمستويات 38 ل 50 نزلنا المفروض نستهدف الشهر زي ما قلنا من مستويات 61 لحد مستويات 58. فالشباب ما فيش داعي للقلق، وفوديكو ما زال له قمه جديده، وعلى الاقل هيضرب مستويات 78 جنيه. وبالتوفيق.